مرة أخرى نستمر في متابعة تلك الليلة المهمة الساخنة في الولايات المتحدة الأمريكية في الساحل الشرقي. الآن الساعة 6:12 أي أن اللجان الانتخابية في الساحل الشرقي الأمريكي قد أغلقت أبوابها، وهناك مؤشرات أولية ليست للفرز، إن الفرز ما يكونش لحق تم، لكن لما يسمى بالإكزيت بولز، أي الذين خرجوا من اللجان الانتخابية وسألوا بعضهم أو بعضهن عن لمن صوتتم، وكانت هناك نتائج أولية. عايزين نقول دلوقتي أوباما موجود فين في اللحظة دي. أوباما موجود مع أسرته في شيكاغو، المساعدين بتوعه بيقولوا أنه هو هادئ مطمئن، لعب مباراة الباسكت بول التقليدية اللي بيلعبها يوميا، يشعر براحة ويعتقد أنه هو أنجز ما هو مطلوب منه، لأن هذه هي حملته الأخيرة. بينما رامني موجود في بوسطن وهو يحاول للحظة الأخيرة تعبئة أكبر قدر من الأصوات، مساعدينه يتحدثون على أنه لا مفاجآت حتى الآن وأن الأمور تسير على ما يرام. من نراه على الشاشة الآن هو ديفيد جيرجن، وهو محلل سياسي كبير، لكن أهمية ديفيد جيرجن أنا كنت أعرفه شخصيا، كان هو المتحدث باسم البيت الأبيض الأمريكي في عهد إدارة ريغن، وهو رجل خبير حقيقي ورجل عميق في التحليل السياسي. ما يحاول ديفيد جيرجن أنه هو بيقوله أنه النتائج ستكون قريبة للغاية، المطلوب لمن يفوز 270 صوت، حتى الآن لم يوضع على لائحة الأصوات هنا صفر وهنا صفر، لأنه حتى الآن لم تحسم أي ولاية أو أي دائرة انتخابية في المجمع الانتخابي، لكن ممكن بالتوالي في خلال الدقائق أو الساعات القليلة نبتدي نشوف نتائج. فضل. أنا بس أقول جملة واحدة ملحوظة سريعة تفيدنا في مصر. حتى هذه اللحظة كان تحديدا ميت رومني بيلف بيعمل دعاية انتخابية لنفسه، إذا فكرة الصمت الانتخابي الموجودة في مصر مش موجودة هناك. يعني تقدر تعمل دعاية بمميزاتها وعيوبها، يعني في ميزة وفي عيب، بس أقصد لو في حاجة تعرفها يبقى الإخوان برضو ما بيغلطوا. بس أنا عايز في صمت يكسروا. أنا كنت مدي بس أنا كنت مدي وعد للأستاذ مايكل إن هو نطرح عليه نفس السؤال، يعني لمصلحة مصر لمصلحة العرب أيهما من الأفضل أن يفوز، أوباما أم رومني أم كلاهما نفس الشيء؟ أنا عايز أستأذنك قبل ما أخش في الموضوع دوت، أن أنا جاييني دلوقتي استغاثات كبيرة آخرها من أحد أعضاء المجلس الملي، أنه الإخوة السلفيين هاجموا مبنى خدمات كنيسة مرمين أبو سفين في منطقة شبرا الخيمة دلوقتي حالا، ورافعين أعلام عليها ويافطة بتقول أن هي بقت جامع، برغم أن هم كانوا مشيوا الصبح بعد مداولات. احنا نتوجه لكل من يشاهدنا، للسيد وزير الداخلية، لكل من له علاقة بهذا الموضوع، انه هذه جريمة بكل المقاييس، لا يصح ان يعتدي احدا كائنا من كان، ينتمي لاي ديانة او مذهب، كائنا من كان، على دور عبادة لكائنا من كان، مسألة مبدأ يعني. اكيد. اشكرك على الوقت واسف يعني انت طلعت بره الموضوع. انا عايز يعني اختلف شويه في من افضل. انا ممكن اقول انه الاخوه كلهم قالوا ان الافضل في لماذا اوباما هو الافضل من وجهه نظرهم، فده معناه ان في حاجات اوباما هو الافضل فيها. انا شايف انه في ملفين مهمين جدا في مصر هيكون فيهم رمني الافضل، ملف الاقتصاد، وده يرجع الى خبرته الاقتصاديه الكبيره والى الدور اللي لعبه في نمو الاقتصاد في ولاية ماساتشوستس لما كان هو حاكم الولاية، وإلى خبرته السياسية خبرته الاقتصادية الشخصية وخبرته في إدارة ملف الأولمبياد بعد أن كانت فاشلة وكانت مهددة بعدم الإقامة وعودتها ثانية وجمع أكثر من 500,000,000 لتحفيزها. كل دي بتقول أنه رامني للاقتصاد الأمريكي هيكون أفضل من أوباما، وفي حالة أنه رامني يكون أفضل في الاقتصاد الأمريكي ده هينعكس على الاقتصاد العالمي، وقد ينعكس على الاقتصاد المصري من خلال علاقات سواء كانت تجارية أو اقتصادية. ففي ناحية الاقتصادية أعتقد أنه رامني هيكون أفضل. مشكلة الكبيرة وهو الفرق الشاسع بين الجمهوريين والديمقراط هي مشكلة الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الشخصية.
كل كلاهما يقول انه يؤمن بها، لكن في ظل الممارسات اللي تعودنا عليها في يمكن 20 سنه اللي فاتت، اثبت الجمهوريين ان هم يقفون بقوه وراء هذا الملف مهما كان، واذا كان يستخدم او يساء استخدامه في اوقات معينه للسياسه الخارجيه، الى انه في النهايه تدخلهم السافر في بعض الاحيان بيكون مؤثر في تغيير الوضع. فبالتالي انا شايف انه في ظل التخبط اللي احنا فيه في مصر، وفي ظل عدم وضوح رؤية الديمقراطية، وفي ظل عدم احترام الأقلية إذا كانت غير دينية أو إذا كانت يطلق عليها مدنية أو ما إلى ذلك، مش يضر لو كان هناك في البيت الأبيض من يؤمن بالديمقراطية ومن يؤمن بالتعددية ومن يؤمن بحقوق الإنسان ومن يؤمن بالحريات الخاصة. فإذا نظرنا للوضع السياسي في مصر هنلاقي أنه بعد الثورة كل الفئات لها الحرية أنها مثلا تمارس الصلاة. قبل كده كان الناس اللي بتصلي الفجر بيتقبض عليها من أمن الدولة، لكن في المقابل في ناس مش عايزة ناس تانية تصلي، أو في ناس بتكفر ناس تانية، أو في ناس بتقول اللي مش عايز يغير استبداد انتقم من الدولة للمجتمع، فاللي مش عايز يغير المادة التانية في الدستور يبقى فين، فين الأمريكان بقى في الموضوع ده؟ في النقطة دي الأمريكان أنا شايف أن موقفهم منذ بداية الثورة كان شوية يعني غير متزن، سواء كان لما تبص قبل الانتخابات التشريعية وزيارة جون ماكين رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الحزب الديمقراطي، إلى بعض الفصائل السياسية الدينية في مصر قبل الانتخابات التشريعية، وهو شيء خطير جدا وما كانش المفروض يحصل. طب خلينا يعني عشان كده إيه، بدل ما نبقى يعني إيه دبلوماسيين ولطاف، أنا مش هبقى دبلوماسي أو لطيف. إحنا في الثورة في بداية اندلاع الثورة كان الموقف الإدارة الأمريكية غير واضح، غير متذبذب، متأرجح، ثم رأى الضغط الشعبي على غضب، ثم انحاز للثورة، ثم كان شديدا في آخر في إقصاء الرئيس أو ناو مينز ناو، الآن يعني الآن. تمام كويس، ده موقف حدث رهان على أنه ممكن يكون تيار الإسلام السياسي هو الوحيد اللي عنده رصيد في الشارع فدعونا نراهن عليه بالتأكيد. ثم جاءت تجربة 100 يوم وحدثت علامات استفهام حول طبيعة العلاقة، ثم جاءت مظاهرات الفيلم المسيء والزيارة إلى طهران وعدة أمور والعلاقة مع حماس، كل ده جعل أنه يكون في تساؤلات. جاء الرئيس المصري سافر إلى نيويورك ولم يلتقي بالرئيس أوباما، وتم إلغاء الوفد الاقتصادي، وتم إلغاء الوفد الاقتصادي اللي موجود. إذن هناك غيوم موجودة في العلاقات المصرية الأمريكية. في المناظرة اللي حصلت وفي كلام ميت رومني اللي بيقول إنه لو كنت أنا رئيسا لما حدث ما كان يجب أن يحدث في مصر، وكأنه يريد أن يقول لو كنت موجودا في ذلك الوقت لما رحل الرئيس مبارك ولا رهنت عليه. لا هل هناك ندم أمريكي على الرهان على تيار الإسلام السياسي في مصر أو إعادة مراجعة هذا الرهان؟ سؤال مباشر عايز إجابة عليه. لا أنا أقول لحضرتك حاجة، هو مش ندم، هو اللي حصل كلمة رمني، لأنه رمني طلع في منطقة أخرى وكان صريح في كلمة أنه ما كانش يفضل أن الإخوان ياخدوا الحكم، يعني يمكن في الديبيت قالها بشكل مقنن. اللي حصل انه ده كان في سياق اتهام مباشر لاوباما من عضو في الكونجرس ومن بعض المقربين ان اوباما قام بتحفيز الاخوان، بل وصل الاتهام لدرجه ان اوباما دفع فلوس عشان يساعد في نجاح الاخوان. ولو ده حصل ولو انا كنت رئيس ده ما كانش يحصل وما كنتش اسمع. بس رمني مع شديد احترامنا له ليس هو الذي يحدد من هو رئيس مصر، رئيس مصر يحدده صندوق الانتخابي واراده الشعب المصري. الانتقادات كانت موجهه لاوباما على اساس انت دفعت فلوس، وده كان محور الخلاف في السياسه الامريكيه. اما بالنسبه لموضوع الندم، السياسه الامريكيه ما اعتقدش والاخوه يتفقوا ما تتغيرش كتير، لانه السياسه الامريكيه يصنعها الموظفين في الخارجيه الامريكيه. يعني السؤال كده مباشر مباشره، لو جه رومني او جه اوباما ايه موقفه من موضوعين، حكم الرئيس مرسي وجماعه الاخوان نمره 2 الربيع العربي؟ عايز اجابتين مباشرتين. موقفه من حكم الرئيس مرسي متغير كليا، اوباما مستعد يتعامل مع حكم الرئيس مرسي، مستعد يديله فرصه انه يغلط ويكسب ويعمل صفقات. موقف رامني، ولازم نعرف ان بول راين نائب الرئيس او هيبقى نائب رامني لو رامني كسب، جه مصر 5 مرات بعد الثوره، التقى بفصائل كثيره وله درايه كبيره بمصر،
وغير راضي عن وضع الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات في زمن الإخوان، وأعلن هذا أكثر من مرة. الموقف هيتغير كليا، أكيد هيكون في ضغوط على الرئيس مرسي وعلى إدارته من قبل رمني للمضي قدما في تغييرات ديمقراطية وعدم السماح باللي احنا شايفينه ده. بالنسبة للربيع العربي هيبقى قضية التعامل تتوقف في ليبيا، هيتعاملوا مع الحكومة الليبية بشكل غير ما يتعاملوا مع الحكومة المصرية، غير ما يتعاملوا مع الحكومة اليمنية. فالموضوع هياخد العلاقات الثنائية أكثر من نظرة شاملة للربيع العربي. طيب تسمحوا لي مع الهاتف الزميل الصديق الأستاذ طارق الحميد، رئيس تحرير جريدة الشرق الأوسط والكاتب والمحلل السياسي المعروف. مساء الخير أخي طارق، أهلا بحضرتك. مساء الأنوار أستاذ عماد، ومساء الخير لجميع الضيوف الكرام. الله يخليك سيدي. السؤال الذي أطرحه عليك، أنت في لندن الآن؟ نعم نعم. وأكيد تتابع معنا هذه الليلة المهمة الساخنة. السؤال المطروح وهو الذي نطرحه حتى في استفتاء السادة المشاهدين، أيهما أفضل لمصلحة العرب، أن يفوز أوباما أو أن يفوز رومني، أم أننا نعتقد أن كلاهما يعني نفس الضرر أو نفس الفائدة؟ أستاذ عماد، أنا استمعت لجزء من الحوار اللي دار في الاستوديو من خلال الضيوف الكرام، وطبعا الضيوف كانوا جدا لبقين في طريقة تحاورهم، لكن واضح أنه كان في تباينات كبيرة. خليني أبدأ لك على طريقتك اللي تفضلت فيها، بأنه عاوز أكون صريح جدا ومشجع. أعتقد الأسهل للإجابة على هذا السؤال أن نشوف ما الذي صنعه الرئيس الأمريكي الحالي باراك أوباما في الأربع سنوات الأخيرة للمنطقة ككل. أنا أعتقد من وجهة نظري أن الرئيس باراك أوباما إشكالية حقيقية تكمن بأنه رجل مثقف وليس رجل سياسي. أنا أعتقد أنه هو أبهر العالم العربي بخطابه في القاهرة، أبهر العالم العربي في زيارته إلى تركيا والخطاب اللي ألقي هناك أو التصريحات، أبهر العالم العربي بأنه لم يزور إسرائيل، لكن في النهاية تظل كلمات ولم ينفذ شيء. خلينا نقف عن نقطة الربيع العربي. أنا أعتقد أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما ارتكب أخطاء جسيمة في الربيع العربي، وهنا لابد أن أوضح نقطة لكي لا أستفز المشاهد المصري. ليس المفروض أو ليس ما نتحدث عنه هنا هو الإبقاء على مبارك. مبارك نهاية نظام مبارك كانت رغبة شعبية مصرية، هذا أمر لا يتم الاختلاف عليه، لكن كان في طريقة أخرى لإخراج هذا العمل، وليس بالانبهار اللي فجأة تحولنا أنه إحنا نرى الرئيس الأمريكي يعني حسب ما نشر في الصحف الأمريكية بأنه كان يحلم بأن يرى وائل غنيم رئيسا لمصر. هذا دليل على خلل كبير في الرؤية وعلى معرفة ما يدور. الأمر الآخر، كان في جزء من حديثكم اللي تفضلتوا فيه عن توجهات الرؤساء الأمريكيين والسياسة الخارجية وما خلافه. العشر سنوات الأخيرة شهدت خطورة كبيرة، وجزء منها يتعلق بأوباما وذو صلة. في فترة جورج بوش بعد الحرب الإرهاب والهجوم على أمريكا مثل ما تفضل الدكتور معتز، جورج بوش فعلا في حملته الانتخابية كان رجل يدعو إلى العزلة، لكن بعد الاعتداء الإرهابي جورج بوش أصبح رجل يؤمن بتغيير الأنظمة وذهب إلى العراق وأفغانستان. الخطورة تكمن وين؟ أنه آمن في منطقة الشرق الأوسط بأن يكون التغيير بأن تتغير المعادلة، بمعنى أن لا تكون هناك تحالفات مع الأنظمة السنية وأن تتبدل المعادلة، وهو ما نراه في العراق. وأنت تعرفني جيدا على السرج الطائفي، ولكن هذا ما يحدث. لما جاء الرئيس أوباما، طبعا أنا أتحدث بكثير من الاختزال، لما جاء الرئيس أوباما وجد أنه الأسلم أن تنأى أمريكا بنفسها عن منهج أو فكرة أو طريقة الاستقرار مع الأنظمة ومع الدول باللجوء إلى الجماعات، فلجأ إلى الجماعات الإسلامية. وليست مفاجأة أن الإخوان المسلمين أكثر المستشارين المقربين بدوائر صنع القرار في أمريكا في الثلاث سنوات الأخيرة، من جنسيات مختلفة، ليست جنسيات عربية وحسب. فلذلك هو كان يعتقد الأنظمة الإسلامية، وهذه قناعة في أمريكا، أنا كنت موجود في أمريكا لقبل ثلاثة أيام، هناك كانت قناعة شديدة يعني اللي تحدثت له مع ناس في نيويورك أو في واشنطن، إنه كانوا يقولوا إنه إذا كانت الإشكالية إسلامية فأفضل حل لها أن تلجأ إلى إسلاميين معتدلين، وتم تصوير المشهد لهم في الولايات المتحدة الأمريكية بين الإخوان المسلمين هم أكثر اعتدالاً وإشكاليتكم الحقيقية هي مع السلفيين، علماً إنه لدينا رصيد من 80 عام من التراث الإخواني اللي يحتاج إلى أعتقد للأسف الشديد كمان عقود من الأعوام ليتم تنظيف هذا التراث. فمن هنا إذا نظرت لما فعله أوباما، إشكاليته أنه كان رجل مثقف أكثر من كونه سياسي. أوباما لديه إشكاليات حقيقية باعتراف الصحافة الأمريكية والنخب الأمريكية بأنه الرجل لا يتمتع بعلاقات شخصية مع الساسة حول العالم، لا يوجد التواصل الشخصي مع الساسة حول العالم. أنا أعتقد أنه أضاع فرص كبيرة في المنطقة. أوباما أضاع فرصة الثورة الخضراء في إيران. أوباما ارتكب خطأ
أنه عندما اعتقد أن البحرين ثورة بينما لا يرى سوريا ثورة. أنا أعتقد هذه أخطاء جسيمة. تسألني هل رومني أفضل؟ حسب ما سمعنا من رومني في الحملات الانتخابية. طب ليست الفكرة أفضل أو مش أفضل أخي طارق، ولكن ماذا يحدث بصرف النظر بنحبه أو بنكرهه بنؤيده أو لا نؤيده، ماذا يحدث لنا كعرب أو كمنطقة شرق أوسط أو في الأزمات الثلاثة الخاصة بالربيع العربي، المسألة الفلسطينية أو سوريا، كيف سيكون موقف رومني؟ رومني حيكون أكثر وضوح، يمتلك رؤية أكثر وضوح. شوف خليني أعطيك معلومة قبل التحليل. المعلومات اللي عندي من أطراف في المنطقة ضالعة في الملف السوري. المعلومات فيها شقين، لأنه كان في جزء من الحديث في الاستوديو بين الضيوف الكرام، وأعتقد كان سؤالك لهم أنه عن المناظرة الأخيرة لما سئل أوباما إذا كان ندم على ما فعله في مصر وقال أنه لم يندم. معلوماتي من بعض الأطراف في الإدارة الأمريكية أنه الأمريكيين يعترفوا اليوم بأنهم ارتكبوا أخطاء فادحة في مصر، هذا رقم واحد. رقم اثنين، المعلومات الأخرى أنه الإدارة الأمريكية بتقول لأطراف في المنطقة امهلونا إلى بعد الانتخابات وستشهدوا أمرا مختلف تماما في سوريا، والدليل قد يكون تصريحات السيدة هيلاري كلينتون الأخيرة عن المعارضة السورية. نأتي إلى رومني. رومني أنا أعتقد أنه أكثر وضوح، مش أكثر اندفاع، أكثر وضوح. حديثه في جزء من المنطق بأنه يرى الفرصة الذهبية لضرب نفوذ إيران في المنطقة، أعتقد في واجب غير أخلاقي، واجب قانوني وفق للقانون الدولي. أنت أمام 36 ألف قتيل، فإذا كان 36 ألف قتيل لا يحركوا المجتمع الدولي، وتقول لي أمريكا لأنها هي القوى العظمى اللي موجودة، وسبب التعطيل التحرك في سوريا تماما أنه من الإدارة الأمريكية، لأنها لا تريد للفرنسيين أن يتحركوا قبلها، لا تريد لأطراف عربية أن تتحرك. فهي كل حديث الإدارة الأمريكية امهلونا إلى ما بعد الانتخابات. طب سؤالي بالنسبة لإيران أخي طارق، هل إذا فاز أوباما أو إذا فاز رومني في ظل رئاسة أي منهما تكون احتمالات الضربة الإسرائيلية أو الضربة الأمريكية لإيران أكثر احتمالية؟ شوف أنا أعتقد أستاذ عماد أنه احتمالية ضربة إيران قراءتها تكمن في إسرائيل وليس في أمريكا. والدليل أنه الانتخابات المبكرة اللي دعا لها نتنياهو توقيتها، هذه حكومة حرب التي يعني يخطط لها نتنياهو، انتخابات حرب لا أكثر ولا أقل. لكن أنا أعتقد أنه كلا الرئيسين رومني أو أوباما في حال اتخاذ قرار الحرب مع إيران، هذا قرار خطير جدا، ليس مثل قرارات التدخل في الحل في سوريا أو منطقة أخرى، هذه حرب حقيقية لها تبعات حقيقية. لكن أنا أعتقد أن الظروف هي التي ستفرضها. الوضع اللي احنا قاعدين نشوفه، حركة التسلح في دول الخليج، الجولات اللي قاعدة تتم في المنطقة، توشي يعني تضعنا في صورة أنه قد نكون قادمين على حرب حقيقية. طيب في سؤال الأخير ليك قبل أن أشكرك على هذه المداخلة القيمة، هل تعتقد أن النتيجة ستكون قريبة للغاية كما يتوقعون من متابعتك؟ أعتقد أنا استمعت للأستاذ جمال هلال وشفت وكنت أتنقل ما بين برنامجكم وما بين السينين. أعتقد أنه الآن أصبح في قناعة أكبر أنه قد نصل إلى مشهد مشابه لمشهد العام 2000 اللي كان جورج بوش والجور. أيوة كان الدكتور عمرو حمزاوي في الاستراحة يعني بيحذر منه. طيب نعم. طيب سيدي أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة القيمة، وإن شاء الله نقدر نعرف النتائج الأولية قريبا بإذن الله. دكتور عمرو حضرتك كنت بتحذر من صحيح يعني قد تقدر تشرح للسادة المشاهدين اللي ممكن طبعاً يحصل. مشهد بوش الابن الجور كان مشهد كما تمت الإشارة، الجور المرشح الذي خسر الانتخابات فاز بعدد أكبر من الأصوات، بوش الفائز لم يحصل على العدد الأكبر من الأصوات. لكن هناك مشهد آخر حدث في الولايات المتحدة الأمريكية مرة واحدة في القرن 19، هو أن يصل كل مرشح إلى ذات العدد من الأصوات داخل المجمع الانتخابي. في الرهانات دي يعني 269 و 269 احتمالاتها، يعني هذه المرة هناك البعض بيتحدث عن أن احتمالاتها ليست بالضعيفة وليست بالمحدودة. دي تتحسم إزاي لو وصلوا لنفس الأصوات بالضبط؟ الكونجرس هو الذي يحسم، والكونجرس بيحسم على أساس قاعدة بسيطة، المجلس الأول في الكونجرس الهاوس مجلس النواب، كل ولاية لها صوت واحد تعطيه لمرشح من المرشحين في هذه الحالة الانتخاب الرئيسي. ففي الحالة دي الأغلبية الجمهورية، فإذا رومني نائب رئيس ينتخب من جانب السنت أو مجلس الشيوخ، وفي هذه الحالة سنكون مع تذكرة جمهورية كاملة
رومني ونائب الرئيس المرشح. بس دي حالة يعني نادرة وإن توقعها البعض في الانتخابات الحالية. خلوني بقى أرجع بيكو وأسأل الدكتورة هالة، هل إحنا عندنا مشكلة مصرية أمريكية ما بين القاهرة وواشنطن، بين حزب الحرية والعدالة والإدارة الأمريكية، بين الرئيس مرسي والرئيس أوباما؟ احنا عندنا مشكلة بين مصر وامريكا الحقيقة، مش بس مع الرئيس مرسي، لكن هي من قبل كده بكتير. في مشكلة حقيقية، وبتصور انه مصر يعني بتتفرد بيها دونا عن دول كثيرة في المنطقة. يعني في علاقات واضحة جدا بتربط دول عربية بالولايات المتحدة وغير عربية. يعني ممكن اقول لك انه في حالة استقرار او في علاقات اقدر اوصفها بانها تحالف او غير تحالف، علاقات استراتيجيه او غير استراتيجيه، علاقات عداوه او غير عداوه، مثلا بين امريكا والسعوديه، بين امريكا ودول الخليج، بين امريكا والدول الملكيه زي الاردن زي المغرب. يعني في انماط واضحه معروفه، لكن علاقه الحقيقه امريكا بمصر علاقه معقده جدا، متناقضه جدا. يعني مصر دائما بتدخل في علاقات بتقول ان هي استراتيجيه مع الولايات المتحده، ولكنها في الخطاب العام سواء بقى قبل يعني في وقت مبارك او وربما الان كمان تتحدث دائما عن انه امريكا هي العدو. ففي تناقض مستمر وفي عدم راحة في العلاقة. وأنا أعتقد أنه ما كانش صدفة أبدا أنه مسألة إزاحة الأنظمة الموجودة، وكان في تركيز كتير جدا على دول الجمهورية ومن ضمنها مصر في فترة الرئيس بوش، وتكررت بعد ذلك. يعني حتى ما يحدث الآن من مشاكل بين الولايات المتحدة وبين مصر أو النظام في مصر الآن لا تعني أن هناك ندم. حضرتك قابلتي كونداليسا رايس عدة مرات وحاورتيها، هل كنت تري أن فكرة أن هي كانت تحلم بثورة في مصر هو ده ما حدث، أو هذا ما كانت تريده، ولا ده كان شيء مختلف؟ أم الثورة فاجأت الجميع؟ مسألة ربما الثورة فاجأت الجميع بالمعنى يعني اللحظي واللي حصل بالضبط. يعني إنما مسألة تغيير الأنظمة، مسألة الديمقراطيين هي تبقى مكون أساسي في سياسة أمريكا في الشرق الأوسط، هذه مسألة كانت محسومة يعني لمصر وغير مصر كمان. أيضا بعتقد أنه اللي حصل دلوقتي لا يعني انه كان اوباما محتاج ان هو يدعم فصيل بعينه. استاذ مدحت حكت معايا ولا طيب طب في حاجه ثانيه؟ يعني عايز اقول ان اللي حصل في فتره الرئيس بوش لم يختلف كثيرا عما تبنته الاداره الديمقراطيه، لانه في اعتقاد بانه الاداره الجمهوريه كانت مع فكره الديمقراطيه وتغيير الانظمه، وان الادارات الجمهوريه كانت مع هذه الفكره، والاداره الديمقراطيه بتبقى ضد هذا المبدا. لا، ما حدث هو استكمال لما كان تنادي به اداره الرئيس بوش، هو تغيير الانظمه. نحن نعيش الان في مرحله تغيير الانظمه. اللي وقف هذه المساله بعض الشيء هو ما حدث من فوز حماس بالانتخابات، ربما دي كانت خوفت شويه الاداره السابقه كونداليزا رايس، وكان في حديث مستمر عن انه لو استكملت هذه الاستراتيجيه بقى الاخوان المسلمين او التيار الاسلامي هو اللي هيفوز في المنطقه. هذا ما حدث فعلا بالفعل. اللي اقدر اقوله ان اوباما او الاداره الديمقراطيه كسرت هذا الحاجز. كان في حاجز خوف بانه الديمقراطيه تؤدي الى فوز الاسلاميين، جه اوباما وكسر هذا الحاجز. معلش بس هي لحظه اخيره عشان اكون اجبت على السؤال. النقطة الأخيرة، هل العلاقة الآن هي علاقة على ما يرام؟ هل لو فاز حتى أوباما يبقى معنى كده أنه مفيش مشاكل مع النظام في مصر؟ لا، بتصور أنه إذا كان في رهان على أنه الديمقراطية صندوق انتخابات وأن ده مهم جدا وإحنا قطعنا هذا الشوط، أوباما نفسه بدأ يركز على أجندة الحريات اللي هي الجانب الليبرالي في الديمقراطية، وتصور أنه هيكون في أكتر من محطة يتوقفوا عندها ويكون في خلاف. أنا معي على الهاتف صديقي العزيز الأستاذ جمال خاشقجي، المعلق السياسي السعودي المعروف، واللي هو بينام بدري واللي أنا أزعجته وخليته سهران لحد دلوقتي. مساء الخير أخي جمال، إزاي حضرتك؟
اهلا وسهلا، لكن اللعبه دي مش هنام لحد ما اعرف مين انا فاهم. طب كويس، الحمد لله، يبقى مش احنا السبب. سيدي، السؤال الذي كنا نطرحه، ايهما افضل للعرب ومصر، ان يفوز رومني او اوباما او كلاهما يعني بنفس الفائده او الضرر معا؟ شوف، حيث اني بتكلم من الرياض فخليني ابدا بالسعوديين. ايش يهمنا احنا كسعوديين؟ اعتقد احنا كسعوديين ما تفرق معنا كثير، تعاملنا مع الديمقراطيين، تعاملنا مع الجمهوريين، علاقه الملك عبد الله باوباما تطورت وعملوا مع بعض بشكل جيد. الجمهوريين دوما يبدو كأصدقاء للمملكة عبر مراحل قديمة في التاريخ، لكن بعد تجربة جورج بوش المؤلمة أعتقد حصل شرخ كبير في العلاقة مع الجمهوريين وخلق منهم. أعتقد رومني فوزه حيكون مشكلة للمملكة، حيفتح ملفات مزعجة، عنده روح يمينية مزعجة للمملكة وللعرب عموما، عنده أيضا أجندة فيما يخص النفط والتوسع في التنقيب على النفط في مناطق واسعة في أمريكا، وهذه مسألة أيضا تؤثر على مصالح السعودية، لكن أعتقد أنه لن يستطيع ذلك لأنه العملية مكلفة جدا، ويظل النفط التقليدي أوفر للاقتصاد العالمي من النفط اللي حيطلعوه من أماكن صعبة. طبعا الديمقراطيين ضد الأشياء هذه، لكن هنا حنتقل بعدها للعرب. فوز اعتقد اوباما متفهم افضل للربيع العربي بمراحل كبيره جدا عن رومني. رومني مقلق للربيع العربي ومقلق لمصر. شاهدنا ما قاله في بوكوراتان في المناظره الاخيره في فلوريدا عندما ذكر فوز الاسلاميين في مصر في معرض حديثه عن وصول القاعده للحكم في شمال مالي. واعتقد انه لا احد يريد هذه المقارنه ما بين القاعده والاخوان. العقليه هذه القلقه اليمينيه، العقليه التي تخلط ما بين جماعه الاخوان والقاعده، بالتاكيد عندها يعني اما جهل او تعصب سياسي واضح، يعني ربما الاثنين مع بعض هي مزايدات، واليمين المنصرف مستعد ان يضخ بهذه الافكار اكثر واكثر. والربيع العربي والنهضه العربيه القادمه لا تحتاج الى مثل هذه الافكار. العالم مستعد اليوم للتعامل مع النهضه الحاصله في مصر ومد المساعده لها. انا كنت في المانيا من 3-4 ايام وسمعت المسؤول الالماني عن تطلعهم الى الاجتماع بالرئيس مرسي في يناير القادم عندما يزور المانيا، وعن حماسهم الشديد الى التعاون الاقتصادي مع مصر ومع تونس. لو وصل رومني الى الحكم قد يبطئ هذا التحرك. لا اقول انه سوف ياخذ مواقف عدائيه، ولكنه واضح من حديثه الاخير انه غير متحمس للتعامل مع هذه الحكومات المنتخبه لانها اسلاميه، وهذا الشيء ليس في مصلحه العرب، ليس في مصلحه مصر. السؤال سيدي بالنسبة لسوريا، هذا هو سؤالي الأخير، إذا وصل أوباما أو إذا وصل رومني كيف سيكون التعامل مع المجازر الإجرامية التي يعني تفتك بشعبنا في سوريا الآن؟ ما في اختلاف بين الاثنين، كلاهما ضد النظام، كلاهما يريد إسقاط النظام. رومني بالتأكيد سيقف موقف إيجابي ويساعد الشعب السوري بشكل أو بآخر، ولكن لن يستطيع أن يفعل هذا حتى يتمكن من تسلم الحكم، هذا في يناير، ثم يشكل حكومته ويرتب سياسته وأوراقه. سوريا ليست في أعلى جدول مهامه، فعلى السوريين أن ينتظروا 6 أشهر أخرى حتى يتسلم تماما الحكم ويشكل حكومته، وستة أشهر. إذن أنت لو كنت من يعني بشار الأسد، أيهما تفضل هذه الليلة؟ 100% رومني، 100% رومني، لأن رومني على الأقل لن يمس الملف السوري إلا بعد إلا على يونيو القادم عندما يشكل يرتب أوراقه تماما، بينما أوباما يستطيع أن يتحرك غدا بعد إعلان فوزه، والسيدة كلينتون لديها خططها ومشاريعها، ويبدأ بتنفيذ ما هم بصدد عمله. فبالتأكيد فوز أوباما أفضل بكثير للشعب السوري.
أخي جمال أنا شاكر لحضرتك وآسف إن أنا يعني أخرت نومك، لكن ندعو إن شاء الله. شكرا سيد، شكرا لك. هنا السؤال بسأله الدكتور معتز باللعب فتح، بس قبل ما أسأل حضرتك حوالين في بعض نتائج أولية بنقول إنها نتائج أولية وفقا للواشنطن بوست وفقا للسي إن إن، وهذه الأرقام هي أرقام المؤشرات الأولية للذين خرجوا من اللجان وليست نتيجة فرز الأصوات. في ولاية إنديانا 11 اللي هي ليها ثقل يعني 11 صوت، رومني خد 59.4%، وأوباما 38.8%. يا ريت حضرتك دايما تقول لي اتجاه كل ولاية من دون هي أصلا إيه. متوقع، دي كانت متوقعة. متوقعة يعني. إنديانا تذهب إلى الجمهوريين دايما. طيب كنتاكي هي أصلا موقفها إيه؟ جمهورية برضه. النتيجة هي 8 أصوات في المجمع الانتخابي، رومني واخد 69.1% وأوباما 59.5%، فهي برضه نتيجة منطقية. هذه لا تعني تقدم رومني أو تأخر أوباما، لكنها تعني مؤشرات أولية للجان في ولايات هي تقليديا جمهورية فما فيهاش أي مفاجأة. طيب ولاية نيو هامشير هي أصلا إيه يا فندم؟ نيو هامشير ديمقراط، ديمقراطية، من الولايات الحاسمة كما يقال، لها 1% من الأصوات. أوباما واخد 65.1%، متوقع جدا اللي هو المتوقع، ورومني 32.6%. أيضا التقديرات الأولية للسي إن إن والواشنطن بوست إن إنديانا، إنديانا هي ولاية إيه؟ إنديانا جمهوريين، جمهوريين. رومني واخد 66% من الأصوات، وأوباما 33% من الأصوات، يبقى برضو النتائج كلها متوقعة. كلها متوقعة. طيب كنتاكي دي ولاية إيه يا فندم؟ هي نفس القضية قلناها. قلناها قلناها جمهورية. جمهورية قلناها جمهورية، أيوة اتكرر قبل كده. يبقى هذه الولايات هي دي النتائج الأولية. الملاحظة فيها أن لا يوجد فيها أي شيء مفاجئ حتى الآن. هو في نتيجة تاني مش عندك أنه الأصوات دي من الأصوات لغاية دلوقتي رامني عنده 53,000 صوت، وده حاجة مبدئية جدا، وأوباما عنده 17,000 صوت من أصوات العامة على مستوى الولايات، على مستوى الولايات. طيب بس ده كله لسه لا يعطي، عشان برضو نكون حذرين، لا يعطي أي توجه أي اتجاه، والنتيجة خاضعة لمفاجآت وتقلبات اللحظة الأخيرة. هنا برجع تاني لحالتنا نحن في مصر. السؤال للدكتور معتز، إذا فاز أوباما البعض يعتقد إنه العلاقات المصرية الأمريكية ستخضع لبعض المراجعات، في حالة فوز رومني ستخضع العلاقات إلى مواجهات، هل ده تصنيف صحيح؟ يعني هتوقف على احنا هنعمل ايه؟ يعني الحقيقه الكره في ملعبنا احنا اكتر ما هي في ملعبهم هم. ازاي اشرح لان هو تاريخيا امريكا يعني اي حد بيدرس العلاقات مع الخلايا المصريه عشان ما نعممش على العرب، الامريكيه عارف ان في 5 ملفات كبيره ما بيننا وما بينهم، واحد فيهم ملف مربوط باسرائيل، ما دام هتلتزم بمعاهده السلام وما عندكش نوايا عدوانيه تجاه اسرائيل الى اخره فخلاص الموضوع ده هيعدي. 2 ملف قناه السويس، انك متشارك يعني ما تشكلش اي تهديد لهذا المجال او الممر الملاحي العالمي، لانه بشكل او باخر هذا هو عصب يعني 60% من النفط او مصادرات نفط العالم بتيجي من منطقه محدده بطاقه من المملكه العربيه السعوديه وصولا لايران، وهذا هو الطريق التقليدي بتاعهم. الملف الثالث اللي يعني شكل من اشكال النظام الراسمالي يكون عندنا باي صيغه بقى، يعني عايز دوله رفاه زي دوله اسكندنافيه، عايزه يعني راسماليه شرسه زي موجوده في امريكا، المهم صيغه ما من صيغ يعني ما تبقاش اشتراكي يعني في الاخر خلاص ما تطلعش، اللي هو بعباره اخرى تكون جزء من الاقتصاد العالمي بصيغه ما انت احنا نختارها وما مش هيتدخلوا فيها. الحاجه الرابعه اللي هم عاده بيستخدموها يعني ضدنا، انا ما اعتقدش انها الاسباب تتعلق بحرصهم الشديد على الصالح العام او على حقوق المراه والاخوان المسيحيين في مصر، او فكره انك ما تعملش حاجه شرسه يبدو منها كما لو انك بتنال من حقوق من فكره المواطنه يعني، والمواطنه كما هو معروف هو المساواه بين الجميع امام القانون حتى ولو كانت يعني رغما عن الاختلافات.
ربما يكون في ملف أخير بقى هو مرتبط بالإسلاميين تحديدا، وهو ألا تحاول أنك تخلق جبهة يعني عربية فاصل إسلامية، ويبدو معها كأنك أنت بقى ناوي أحلام يعني استعادة الخلافة والكلام ده، اللي هو غالب عادة يعني حتى الكثير من الإسلاميين العرب يعني وإن كانوا يقولوا ده كجزء من الريتشوالز أو الطقوس الدينية، نحن نتكلم عن الوحدة هذه أمتكم أمة واحدة، إنما من الناحية السياسية يعني إحنا خلاص بقينا مصريين قوي وتونسيين قوي وليبيين قوي وجزائريين قوي، واعتبارات الانتماء القطري عندنا غالبة، فهم برضو مش قلقانين قوي من الحكاية دي دلوقتي. دكتور عم سؤال، هل نحن في مصر وفي العالم العربي مستعدين يعني في الدرج اليمين ماذا سنفعل لو فاز رومني، وفي الدرج الشمال ملف ماذا سنفعل لو فاز أوباما؟ يعني أعتقد أقول إن هم اتنين وهم احتمالين ما لهمش تالت، صحيح. فهل نحن دائما في حالة استعداد للتعامل مع هذا الموضوع أو طريقة يا لهو يا خرابي ده فلان فاز مش عارفين؟ للأسف الشديد هي أقرب للطريقة الثانية، وأنا أعتقد أن في معظم الحالات العربية وبشأن الرؤى الحكومية لا يوجد في العالم العربي ولا حتى في حالة واحدة حكومة لديها تصور محدد عن كيف ستتعامل مع إدارة أوباما في الفترة الرئاسية الثانية أو كيف ستتعامل مع إدارة رومني الأولى في الفترة الرئاسية الأولى. الملاحظ أيضا أننا ونحن ننظر للولايات المتحدة الأمريكية وخريطة اهتمامات وأولويات المرشح الديمقراطي أوباما مرشح الجمهوري رامني، نحن ننجرف باتجاه ما يتحدثون هم عنه، يعني هم يتحدثون عن ثلاثة قضايا رئيسية فيما خص العالم العربي: إيران، سوريا، وقضايا الربيع العربي وحقوق الإنسان. أين القضايا الفلسطينية؟ هل استمعنا إلى حديث مفصل من جانب أوباما أو من جانب رومني عن القضية الفلسطينية؟ أليست القضية الفلسطينية وإعادة تنشيط ملف تفاوضي أو البحث عن حل؟ احنا في أوباما استمعنا إلى خطاب رائع هزنا كلنا ولم يحدث الكثير، ولكن في هذه الحملة الانتخابية المرشح الديمقراطي ومرشح الجمهوري عندما يتناولون قضايا العالم العربي أو الشرق الأوسط الحديث عن إيران وسوريا وقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان بجانب النفط بجانب أمن إسرائيل، الحديث عن القضية الفلسطينية محدود للغاية، وهذا اهتمام أصيل العالم العربي. فنحن يعني ننجر بدون رؤية استراتيجية للتعامل مع ما يطرحونه هم علينا وكأنه هو نهاية العالم. فمسألة أنا أريد يعني بصورة محددة في مسألة العلاقة مع الإسلام السياسي، أنا بس عايز أرجع لحاجة ده تخيل سيميوليشن موجود لدى كبير محللين CNN الذي يتحدث على أنه لو في مشكلة كبيرة. أعتقد أنه التراكينج بولز اللي ظهرت بتاع الحملة بتاعت رامني بتوري أن رامني متأخر في أوهايو، وبالتالي هم دلوقتي غيروا الولاية دي من ان هي كانت تميل ناحية رومني إلى تميل ناحية أوباما. لو ده حصل فالانتخابات انتهت، لو ده حصل يبقى أوباما تقريبا كسب. احنا لو خدنا نص ساعة زيادة احنا اللي نعرف، احنا طلبنا نص ساعة، الساعة 7 الى جانب نص ساعة زيادة بعد اذنك. هم برضو هم غيروا، عشان انا متابع، غيروا فيرجينيا من ولاية في النص الى ولاية تميل ناحية رومني. فبالنسبة لفيرجينيا رامني يعني في موقف معقول، إنما بالنسبة لأوهايو هو في موقف سيء لو النتيجة طلعت زي ما هو. السؤال حسب فهم حضرتك وخبرتك، لو خسر في أوهايو جيم أوفر كده، خسر في أوهايو انتهت ليه يا فندم؟ لمن لا يعرف، عشان زي ما احنا كلنا عدينا وقلنا إنه الولايات تقريبا متقسمة، كل ولاية رايحة فين إلا السوينج ستيتس اللي اتكلم عليهم عمرو، وهما أوهايو وفيرجينيا، ودول يعني تقريبا هم وفلوريدا. فلوريدا لسه زي ما هي، فيرجينيا تقدر تقول رايحة ناحية رامني. أوهايو كارثة كبيرة، ما فيش جمهوري في تاريخ الانتخابات الأمريكية خسر أوهايو وكسب الانتخابات، لأنه كاليفورنيا هنا في من ضمن الأرقام ديفيد جيرجن بيتكلم على 61% من التصويت الكنسي الذين يتبعون الكنائس، 61% رومني والبقية لأوباما، وفي كمان الاتجاه الديني يعني. وفي 6% من الجمهوريين قالوا ان هم هيصوتوا لأوباما، 6% من الجمهوريين مش هيصوتوا لرومني، هيصوتوا لأوباما، وفي 7% من الديمقراط قالوا ان هم هيصوتوا لرومني مش هيصوتوا لأوباما.
فالنسبة تقريبا اللي هو اللي بيسيب الـ 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 الحزب بتاعه ويتجه للحزب الآخر تقريبا متساوي. فنحن لسنا أمام نتيجة محسومة بعد، ولكن راس براس. وتقريبا أعتقد أوهايو هتبقى الفيصل في العملية دي، يعني منها تقدر تاخد مؤشر. بص يا زماد، كأنه زي الترجي ما جاب جون في الأهلي على ملعبنا، هو كده أوهايو دي كده. انت عليك بقى تبذل مجهود كبير قوي لما تروح الماتش ده. حتى شفت احنا عمالين نتكلم كلام جد ازاي من اول البتاع، وبعدين قال لك الترجي. بس خليك شاهد عشان انا دائما احذره هو ما بيسمعش الكلام. طيب بس هو سهل العمليه على فكره، لان أوهايو دي ملعب الجمهوريين. اذا راح الاخوه الديمقراط وجابوا جون وخدوا أوهايو ما طلعتش غلطان، الماتش انتهى. طيب يبقى أوهايو هي الترجي. حضرتك كنت عايز تقول نرجع بعيد عن أوهايو عايز نرجع للاسلام السياسي والاخوان بيغلطوا ولا ما بيغلطوش. قلنا كذا مره الاخوان ما بيغلطوش، مش عارف. لا 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 كفايه بقى حضرتك الاخوان النهارده، حضرتك اللي ظبطتهم. طيب في مسألة مراجعات أم مواجهات، مراجعات يعني أم انصدام. إذا فاز أوباما فدي هيبقى مراجعة. في مراجعات تمام. يقال ذلك. وإذا فاز رومني هيبقى في مواجهات بالتأكيد. إن كنا مع ولاية ثانية لأوباما، نحن أمام مراجعة حقيقية للسياسة الأمريكية فيما خص الديمقراطية وحقوق الإنسان، وبالتالي في دول الربيع العربي التي انفتحت على آليات وتجربة ديمقراطية بأشكال مختلفة. لماذا؟ الولايات المتحدة الأمريكية نقلت الرهان الاستراتيجي من رهان على الحكومات التقليدية، سواء كانت حكومات مرتبطة بمؤسسة عسكرية كحالة مصر قبل ثورة 25 يناير، ولا الفترة الانتقالية بعد الثورة وحتى وصول الرئيس مرسي إلى مقعد الرئاسة، أو في الحالة التونسية تحالف تقليدي به مصالح رجال الأعمال وبه بيروقراطية الدولة. نقلت الرهان الاستراتيجي من هؤلاء إلى حركات وأحزاب الإسلام السياسي، انطلاقا من أمرين. الأمر الأول أن هذه الحركات والأحزاب هي صاحبة الشعبية الواسعة، والتعاون معها سيعطي مساحة عالية من الاستقرار. أعتقد أن مسألة ثبات الشعبية والاستقرار علامة استفهام بترد على هذا، والولايات المتحدة مع إدارة أوباما ستعيد النظر. المسألة الثانية، كانت توقع أن هذه الإدارات الجديدة، هذه الحكومات الجديدة، أحزاب الإسلام السياسي ستقدم للولايات المتحدة مصالحها، مصالح الولايات المتحدة على طبق من ذهب أو طبق من فضة دون تنازع. السؤال لم يحدث هذا أيضا إلى الآن. لا، لكن منذ أن حكمت جماعة الإخوان المسلمين ممثلة في الدكتور مرسي، هل أضرت بأي شيء بالمصالح الأمريكية؟ بالمصالح الأمريكية محافظة على المعاهدة السلام، تحاول أن تقاوم أي تطرف موجود؟ لا، أنا أعتقد هذه قراءتنا نحن. القراءة الأمريكية لم تعد يعني مقتنعة بالكامل من أن هذا هو ما يحدث. أنا بقول لك وجهة النظر بتاعت، لأن مفيش حد إخواني موجود. لا 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 طبعا، ألعب هذا الدور طبعا. لما راح الرئيس مرسي طهران، هو الوحيد الذي جرأ أن يقف في العاصمة الإيرانية و يعني يتحدث عن سوريا بشكل حاسم وواضح. جيد، أنا أعتقد المصالح الحيوية الأمريكية مرتبطة واحد بأمن إسرائيل، لا تهديد هنا من جانب الحكومة المصرية، ولكن هناك قضية أصبحت تمس يعني أمن إسرائيل، هي قضية سيناء. أنت عندك ثلاث ملفات: أمن إسرائيل، قناة السويس، التسليح. الثلاثة ماشيين 100-100. صحيح، لكن في مسألة أمن إسرائيل في تهديدات مرتبطة بما يحدث في سيناء، ليست مباشرة، ليست مسؤولية مباشرة للحكومة المصرية، ولكن أعتقد أن الإدارة الأمريكية لأوباما الثانية أو لرومني الأولى سيكون لها رؤية محددة لما ينبغي على الحكومة المصرية أن تقوم به. وهناك يعني لو طلعنا صفحات الرأي في الصحف الأمريكية يتحدثون عن مطالب محددة. من هو في هذا الاستوديو يريد أن يقنعني أنه ما يسمى بالمنطقة ألف وباء وجيم بالاتفاقات الحديدية اللي كانت فيها، حينما يتم اختراقها ونقل من الضفة دي للضفة دي أعداد بهذا الحجم ومعدات بهذا الحجم ودخول طائرات هليكوبتر وطائرات مناقلة من هنا ومن هنا، يعني كده رغما طبعاً. عن لا في اكيد تنسيق ما لكن طب هل ممكن، لا هل ممكن بس استكمالا لدكتور عمرو، احنا نشوف المساله بشكل من يعني من وجهه نظر الامريكيه، يعني ليه امريكا
او ليه الانطباع انه امريكا بتدعم الاخوان؟ يعني هو برضو احنا عكسنا المساله تماما. هي امريكا وجدت واقع هي تعاملت معه، لانه انا قلت انه كان هذه الاستراتيجيه باديه من ايام جورج بوش الابن، وجات كونداليزا رئيس وقالت اكتر من خطاب، وخطبها في جامعه الامريكيه في القاهره، كان واضح جدا في حكايه الشرق الاوسط وتغييره الى اخره. اللي وقف هذه المسألة أو هذه السياسة هو فوز حماس، أنه الإخوان المسلمين. طب كسرنا حاجز الخوف ولا هاتوا نجرب الإخوان المسلمين. أنا ما أعتقدش أنه أوباما تحديدا بيدعم الإخوان المسلمين. لا لا لا, 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 لا لكن, 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 لكن هو ليه هم ليه أمريكا غيرت موقفها أو سياستها من إن هي الديمقراطية أو صناديق الانتخابات؟ لو جابت التيار الإسلامي نحن نتعامل معه، لأنه في أكتر من حاجة. أنا عايزة مثلا أحتوي حركة حماس، هذا جزء من ما هذا جزء المسألة مش متعلقة بس بالداخل المصري. بتعرف طبعا في الفولكلور الأمريكي في عبارة في عبارة أي في أيضا هكملك بس ولا تأكيدا لكلامك تأكيدا لكلامك في الفولكلور الأمريكي، وكل اللي موجودين هنا عاشوا في أمريكا بيقولك if you can beat them join them. إن لم تطع هزيمتهم فشاركهم او انضم اليهم. فهم بعد 60 سنه من الرهان على البدله العسكريه وعلى المؤسسه العسكريه قالوا لماذا لا نجرب العمائم حيث انها تسيطر على الشارع. واكثر من لا مش بس عشان تسيطر على الشارع، عشان انا ممكن برضو اوظفها او اغير اتجاهاتها، حتى اذا كانت متشددة، إذا كانت تحت الأرض أنا هخرجها فوق الأرض. يعني دي كلها فيها فايدة كبيرة جدا بالنسبة لرؤية صانع السياسة الأمريكية. صحيح، ولكن السياسة الأمريكية بتتعرض لتحديات دكتور عادل. هذا أيضا في تحديات، المسألة ليست يعني مسار مفتوح. هناك تحديات مرتبطة بحركات وأحزاب الإسلام السياسي، مسألة الأنفاق وتهريب السلاح من وإلى غزة. ما دي كانت جزء أو سبب من الأسباب اللي أمريكا حطت شروط معينة على المعونة، ده من فترة سابقة أيام نظام مبارك، ده مش حاجة النهاردة. فاللي بيحصل في سيناء طبعا أمريكا مشغولة بيه ومهتمية بيه جدا، وأنا أعتقد أنه لا علاقة له بالتحديد بأنه الحكومة الإسلامية أو أنه الرئيس مرسي في الحكم أو الإخوان المسلمين. لا بالعكس، ده هو دلوقتي إحنا كل ما كل تطرف أو كل مكان موجود تحت الأرض بدأ دلوقتي على السطح. وبمناسبة سيناء، وأنت كلمت دلوقتي عن أن أوباما أفضل علشان عملية السلام، أنا عايزة أقول أنه سواء كان رومني أو سواء أوباما، بتصور أنه عملية السلام متراجعة تماما، ويمكن ما يكونهاش أي حظ في الفترة القادمة. اللي شاغل كل الأطراف الآن طبعا وعلى رأسهم الولايات المتحدة هو إعادة صياغة المنطقة. هذه المنطقة بيعاد تشكيلها بعد ثورات الربيع العربي، ما بقاش عندنا نظام إقليمي فيه دول معتدلة ودول ممانعة زي ما كانت الأمور متصنفة قبل كده، لكن احنا عندنا إعادة تشكيل لكل المنطقة بأدوار جديدة تماما. إيران هتحتل أولوية طبعا أكتر، سوريا وما يجري فيها، ربما اليمن، البحرين، كل دول اللي بتشهد تغيرات. فأنا لا أتصور أنه قضية السلام ولا دفع عملية السلام هتشهد زخما في الفترة القادمة، سواء كان أوباما هو اللي في البيت الأبيض أو ميت رومني. جمهوريين أو ديمقراطيين، في عهد الجمهوريين كان جورج بوش الأب هو اللي عمل عملية مؤتمر مدريد للسلام 91. الديمقراطيين أيام كارتر هم اللي راعوا كامب ديفيد. فعايز أقول أنه ما فيش علاقة قوي بين أنه الحكومة الديمقراطية أو بالضرورة الفترة الثانية. لا، في علاقة بالفترة الثانية. وأنا ولا أتحدث الفترة دي، هذه النظرة كلاسيكية جدا اختلفت تماما. يعني أوباما لم يفعل شيء واحد طوال الأربع سنوات الماضية تتعلق بعملية السلام، وهو يعني الفترة الثانية اللي هيحصل قالوا كده على بيل كلينتون ولم يحدث شيء. لا، يعني الفترة الثانية بيل كلينتون لم يحدث فيها شيء. أنا مش بقول أنه يحاول أو لا يحاول، المنطقة نفسها ليست مؤهلة ولا هي يعني واضح أبدا أنه في زخم لهذه المسألة. لا، الفترة الجاية. أنا عايز أقول أنه أنا عايز أرجع بس للقلية الدكتور أنه في فترة، يعني أنا أعتقد في 2005 في شهر 12 2005، أحد أعضاء الكونجرس اللي كنت أعرفهم كويس ندهلي وقال لي اقرأ المقالة دي، وكانت ترجمة لمقالته كان ضريس رئيس في الكاميرا الأمريكية،
وكان كلامه ليا من النهارده السياسه الامريكيه تغيرت، فحطوا حقوق الانسان والديمقراطيه والحريات. قال لي انسى الموضوع ده لانه مش هيكون هو المؤثر في العلاقات الامريكيه، والعلاقات والسياسه الامريكيه هتشهد تغيير جذري. دلوقتي انت عايز تقول انه لا، انا عايز اقول بس ان احنا عايزين نقول ان هنطلع استراحه اعلانيه علشان بعد 3 دقائق بالظبط هتطلع اول اكزيت بولز اولانيه مبدئيه للولايات اللي هي غالبا في الساحل الشرقي. بعد 3 دقائق تابعونا، احنا مدينا البرنامج ساعه ودلوقتي بنمده نص ساعه عشان حينما تذهبون الى الفراش على الاقل يكون عندكم النتيجه الاوليه فتعرفوا من هو سيد البيت الابيض. تابعونا بعد الاستراحه على الهواء مباشره.